السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي ننزل برنامج الكاسبرسكي على اجهزة ويندوز 7 سيرفيس باك 1. نتأكد ان الجهاز عندنا نازل عليه ويندوز 7 سيرفيس باك 1 اقل حاجة، ولو نزل عليه ويندوز 10 يبقى زي الفل. طيب نبدأ كده على بركة الله، نتأكد بس ان احنا منزلين الايجنت على الجهاز. نتأكد ازاي؟ نفتح الكنترول بانل، بنفتح البروجرامز ونتاكد ان احنا منزلين الايجنت، واحنا كنا شرحنا تنزيل الايجنت في فيديو ايه، في فيديو سابق. تمام، نبدا كده نسطب الكاسبرسكي من خلال السي دي اللي احنا مدينا لكل الفروع. هنلاقي في كل الفروع عندهم على السي دي فولدر اسمه نيو فولدر نيو نتورك او نت سورسز، بنفتحه، بنفتح كاسبرسكي 2022 ونفتح فولدر كاسبرسكي فور ويندوز 7 سيرفيس باك 1 ونبدا نعمل سيت اب للايه؟ للسورس. تمام كده، نبدا انستول النسخه عندنا. هنضغط نيكست، هنحدد الاختيارين دولت، نيكست نيكست نيكست. ده المسار الديفولت بتاع تنزيل الانتي فيروس، هنسيبه زي ما هو. نيكست انستول، هننتظر كده لغايه ما يخلص تحميل. ايوه كده بدأ التسطيب اهو. طب ممكن لغاية ما يخلص تسطيب نبدأ كده نشوف مع بعض ازاي بنسطب برنامج الـ AS400. هنلاقي بردك على السي دي عندنا برنامج الـ AS400 من خلال الفولدر MGS، بنفتحه، بنبدأ نضغط على سيت اب. نيكست نيكست. لسه هو الكاسبر بيتسطب اهو، ونسطب مع برنامج الـ AS. طبعا طبعا هياخد وقت عشان طبعا احنا ايه بننزل السورسين مع بعض.
هنتظر لغاية ما يخلص إن شاء الله. بنختار يوزرز الاختيار الثاني، والمسار زي ما هو بنسيبه زي ما هو الديفولت بتاعنا. لو حبينا نغير المسار التسطيب بنضغط براوز ونحدد المسار بتاعنا. نيكست نيكست نيكست، هيبدأ يعمل ايه؟ انستول الاي اس 400. نشوف الكاسبرسكي كده خلص ولا لسه. الكاسبرسكي عندنا خلص اهو، بنضغط ايه؟ فينش. هيبقى فاضل بس مسج بس من الكاسبر، هتظهر لنا دلوقتي هنشوفها مع بعض. ايوه دي الرساله بتظهر عندنا بعد ما نسطب الكاسبر. بنضغط اي اجري، بنحدد الاختيار اي اجري ونقول له اوكي. بكده اتحمل عندنا الكاسبر اهو بدون اي مشاكل خالص، مفيش اي مشكله عندنا اهو، واضح عندنا في الايه؟ في التاسك بار. نرجع تاني للاي اس 400، هنحدد الاختيار، هنشيل الاختيارات ديت ونحدد الاختيار بس اديت ديسك توب، بنقول له نيكست. والمفترض هنا هيعمل ايه؟ ريستارت السيستم بتاعنا، هنقول له نو دلوقتي مؤقتا، وهنفصل الفيديو بتاعنا ونكمل بعد كده ان شاء الله اعداد الكونفيجريشن بتاع برنامج الاي اس 400. وكده نكون خلصنا الفيديو دوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.